ساعة الصفر اقتربت إذانا بحلول الحدث التاريخي الذي ستشهده دولة الإمارات العربية المتحدة إكسبو 2020 دبي. ولضمان تجربة استثنائية لا تنسى، تواصل جميع الفرق والجهات المعنية جهودها استعدادا لحفل افتتاح المعرض الذي سيكون بمثابة أيقونة فنية تضاف لإنجازات دبي الرائدة في مجال الفن والابتكار. تفاصيل أوفى في تقرير حنين صباغ. أيام معدودة تفصلنا عن الحدث الأضخم، حفل افتتاح معرض إكسبو دبي 2020. جهود جبارة واستثنائية تبذل من أجل هذه اللحظة التاريخية التي سيشهدها العالم بأسره. فريق إكسبو دبي 2020 يعد بتنظيم حفل افتتاح يليق بإنجاز دولة الإمارات التاريخي في جمع العالم على أرضها، ويشكل تتويجاً لجهود 10 سنوات من التخطيط والإعداد لاستضافة أول إكسبو دولي هو الأكثر تنوعاً على الإطلاق في تاريخ الحدث الممتد على مدار 170 عاماً. مع تقنيات تستخدم للمرة الأولى وتكنولوجيا سمعية وبصرية فائقة الدقة، يضيء حفل الافتتاح في 1 أكتوبر المقبل شعلة 182 يوماً من الاحتفالات المذهلة. وخلال عرض يستمر لمدة 90 دقيقة سيشارك مئات الفنانين لتقديم عروض لم يسبق لها مثيل في أول حدث دولي ضخم يعقد منذ بدء جائحة كورونا. وفي هذا الإطار كشف منظمو إكسبو 2020 دبي عن إجراءات معززة لضمان تجربة آمنة واستثنائية لجميع الزوار، حيث سيكون عليهم تقديم إثبات الحصول على أي تطعيم معتمد من حكومات بلدانهم أو نتيجة اختبار PCR سلبية، على أن يكون الفحص أجري قبل 72 ساعة من موعد الزيارة. ولتأمين هذا الحدث التاريخي تكثف جميع الجهات جهودها الأمنية واللوجستية ضمن فريق واحد ومتكامل لإنجاز مختلف الأعمال وفق جدول زمني معتمد. شرطة دبي، هيئة الطرق والمواصلات، إسعاف دبي وغيرها الكثير من الجهات التي تعمل ليلا نهارا وفق إجراءات أمنية مرنة وسلسة لضمان راحة الزوار. إذن ساعة الصفر اقتربت بعد سنوات من الانتظار، سنوات سطرت ملامح الغد لتكرس دور الإنسان في تواصل العقول وصنع المستقبل.